طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلا. نبدأها بالعناوين. وزير الداخلية ومحافظ حضرموت يزوران مشروع البرج الطبي والمستشفى العسكري بالمنطقة العسكرية الثانية ويطلعان على الأعمال الجارية في المجمع السياحي لنادي الضباط. برعاية وزير التربية والتعليم، فريق بصمة مبتعث التطوعي يطلق مبادرة لنكن أعينهم للطلاب المكفوفين. تربية ساحل حضرموت تناقش الإعداد لإقامة احتفائية تكريم أوائل المجمعات المسائية ومدارس تعليم القرآن الكريم. جراء انقطاع المياه، سكان مينفع يتكبدون عناء المسافات الطويلة لجلب الماء بطرق بدائية. أهلا بكم. زار وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارس سالمين البحسني مشروع البرج الطبي والمستشفى العسكري بالمنطقة العسكرية الثانية، وتعرف وزير الداخلية من محافظ حضرموت والقائمين على المشروع إلى مكونات المشروع الذي سيتم والمراحل المتوقعة لإنجازه والخدمات النوعية التي سيقدمها المشروع في التخصصات المختلفة. كما زار المستشفى العسكري بالمنطقة العسكرية الثانية وطاف بأقسام العناية المركزة والعيادة والمختبر والأشعة وأقسام الترقيد والعمليات، متعرفين على أهم الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها المستشفى. إلى ذلك اطلع وزير الداخلية ومحافظ حضرموت على سير الأعمال الإنشائية الجارية في المجمع السياحي لنادي الضباط، واستمع من مهندسي المشروع إلى شرح واف حول مكونات المشروع والأعمال المنفذة ونسبة الإنجاز والفترة الزمنية المتوقعة لاستكماله وما يتميز به المشروع من مخارج للطوارئ وأدوات السلامة في حال حدوث أي طارئ. وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي تبذلها قيادتي السلطة المحلية والعسكرية بحضرموت. وضع وزير الداخلية ومحافظ حضرموت إكليلا من الورد على ضريح الجندي المجهول بالنصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت، وجرى خلال مراسم وضع الإكليل قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء النخبة الحضرمية. وتعرف وزير الداخلية من المحافظ البحسني ومدير النصب التذكاري وساحة شهداء إلى شرح حول فكرة التصميم للنصب، وأوضح المحافظ إلى قيادة السلطة بالمحافظة بصدد بدء أعمال المرحلة الثانية للمشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت من خلال توسيعة المشروع الذي سيقدم خدمة للمواطنين من خلال التنزه والتفسح فيه خلال الإجازة والعطلات الرسمية. التقى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان بالمكلا بوكيل أول حضرموت شيخ عمرو بن حبريش وعددا من قيادات حلف ومؤتمر حضرموت الجامع وقيادات عسكرية وأمنية. ورحب الوكيل بن حبريش بوزير الداخلية والوفد المرافق له بهذه الزيارة إلى محافظة حضرموت. بدوره أعرب وزير الداخلية عن تقديره البالغ للدور والتلاحم المجتمعي الفاعل في حضرموت الذي أسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار. برعاية وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق العكبري، أقيم بالمكلا حفل خطابي وفني بمناسبة إطلاق مبادرة لنكن أعينهم للطلاب المكفوفين، والذي أقامه ملتقى بصمة مبتعث تحت إشراف مؤسسة حضرموت تنمية بشرية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. برعاية وزير التربية والتعليم وتحت إشراف مؤسسة حضرموت تنمية بشرية، أقام فريق بصمة مبتعث التطوعي حفل إطلاق مبادرة لنكن أعينهم للطلاب المكفوفين. وتهدف المبادرة التي أطلقها الفريق لخدمة المكفوفين من خلال تحويل المناهج العلمية إلى قوالب صوتية لتساعد الطلاب من ذوي الهمم لاستكمال تعليمهم بكل سهولة ويسر، وفتح لهم استوديو خاص بتسجيل المناهج في كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي. وألقيت في الفعالية العديد من الكلمات المعبرة، وشهدت الفعالية حضور كبير من قبل المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والمراكز والجمعيات الخاصة بذوي الهمم من أجل مشاركة أبنائهم الطلاب ومساندتهم.
وتخلل الحفل العديد من الفقرات الإنشادية والمشاهد التمثيلية التي قدمها الطلاب المكفوفين من جمعية الضياء للمكفوفين ومركز النور وكذا مركز آفاق بالغيل، حيث تم في نهاية الحفل تكريم الجهات الداعمة والجمعيات والمراكز المشاركة بالحفل وكذا المتطوعين بالفريق. ناقش اجتماع لمكتب تربية ساحل حضرموت التهيئة والإعداد لإقامة الحفل الخطابي والتكريمي والفني لأوائل المجمعات المسائية ومدارس تعليم القرآن الكريم لصفوف النقل على مستوى مديريات المحافظة. وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون أن عدد المكرمين في هذه المناسبة على مستوى المحافظة والمديريات بلغ 538، منهم 301 من المجمعات المسائية و237 من مدارس تعليم القرآن الكريم، موضحا أن طلاب المجمعات المسائية ومدارس تعليم القرآن الكريم حظوا بمشاركات في جميع المسابقات اللاصفية التي تنظم من قبل قيادة مكتب الوزارة خلال العام الدراسي. هذا وكرس الاجتماع لإعداد الجيد لهذه الاحتفالية. دشنت بقيادة لواء حضرموت الدورة التدريبية العسكرية الخاصة بالمستجدين لمن تم إحلالهم ضمن قوام قوة المنطقة العسكرية الثانية. وخلال تدشين الدورة شدد قائد لواء حضرموت العميد الركن طالب بارجاش على الأفراد المستجدين بالدورة ضرورة بذل أقصى الجهود خلال التدريبات وفهم عظم وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدا على ضرورة الالتزام التام بالتدريبات وتنفيذها بالشكل المطلوب. أدانت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت عملية إنزال الأعلام الجنوبية من النقاط العسكرية والأمنية بمدينة المكلا ورفع بدل عنها علامة دولة الوحدة أثناء زيارة وزير الداخلية للمكلا. وأشارت قيادة انتقال حضرموت في بيان لها بأن زيارة وزير الداخلية إلى حضرموت تهدف إلى خلق المزيد من المشاكل وتعميق الأزمة بين أطر بعض الإدارات السلطة المحلية لتغدو حضرموت على صفيح ساخن أمنيا، محذرة من العواقب الوخيمة لهذه الأعمال العدائية المستفزة لمشاعر أبناء المحافظة، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على التصدي لها وإفشالها بكل ما أوتيت من قوة. قام المدير العام لمديرية الشحر عادل بعكابة بزيارة تفقدية للطريق الواصل بين مدينة الشحر ووادي عرف بعد تعرضها للأضرار، إلى جانب معاينة الأراضي الزراعية المتضررة نتيجة للأمطار والسيول الأخيرة. واستمع بعكابة أثناء زيارته للوادي من مشائخ وأعيان المنطقة لشرح واف عن ما تعرض له الوادي من أمطار وسيول لم يشهدها الوادي من قبل، أدت إلى تضرر الطريق الواصل إلى المدينة وجرف عدد كبير من الأراضي الزراعية، موجها بتشكيل لجنة حصر الأضرار التي لاحقت بالأراضي الزراعية في وادي عرف وسرعة مباشرة أعضاء اللجنة عملها بالنزول إلى الوادي وإعداد تقرير بالأضرار ورفع الدراسات والمعالجات لرفعها للجهات المعنية. تعاني منطقة ميفا انقطاعات لمشروع المياه الذي يصل للمنازل منذ قرابة الشهر والنصف، مما دفع سكان القرى الواقعة في ميفا لاتخاذ طرق بدائية لجلب الماء تسببت في معاناة كبيرة للسكان هنالك. وفي غضون ذلك حاولت المؤسسة العامة للمياه وإعادة تشغيل المياه للمنازل، لكن محاولات التشغيل لم تصل للمناطق المرتفعة في منطقة ميفع. التفاصيل في سياق التقرير التالي. من هذه الساقية التي تنبع من وادي حجر وتصب هنا غربية منطقة ميفع، يجد السكان المحليون ضالتهم في استجلاب حاجتهم الأساسية من المياه والتي قد تكون صالحة للشرب. مسافات تقدر بعشرات الأمتار يقطعها السكان المحليون مشيا على الأقدام. محمد بامطروح شاب من أبناء منطقة ميفع يشغل منصب رئيس اللجنة المجتمعية، فيقضي نهاره بين مصبات المياه في منطقته ويرشد السكان ويساعد قدر المستطاع في تخفيف الأعباء عن أبناء جلدته، أعباء تركت ميفع تحت وطأة الاحتياج المستمر للمياه النقية والصالحة للشرب، شأنها شأن بقية المناطق والتي لم تشهد مثلها انقطاعا داما لأكثر من شهر كامل على قرى المنطقة النائية.
أتمنى أيضا من قيادة السلطة المحلية وإدارة المياه بالمحافظة وإدارة المياه ميفع تمام البحث حتى عن أبيار إضافية لهذه المشروع، بكون هذه المنطقة مدينة ميفع مدينة كبيرة جدا يوجد بها حوالي 18 قرية ومنطقة وعزلة وحارة، هذا يبلغ عدد سكانها حوالي 32 ألف نسمة تقريبا. والآن الحمد لله نستحق النهجات ووصلت علينا، ونقول يعني خير كبير، والمشروع الآن بدأ يعني يتحسن يوم كذا ويوم يجي يوم ما يجي شيء، الآن الأمور بدأت تتحسن. ميفع التي اصطلت بانقطاعات المياه مع انقطاعات الكهرباء، فوجد أهلها ضائقة كبرى في قرائهم المكتظة بالسكان، فلا مفر لهم من قضاء أوقات طويلة بين المنازل وأماكن ورود الماء قرابة الأراضي الزراعية البعيدة كليا عن المناطق السكنية. طبعا نحن هذه المشكلة كانت رافقتنا منذ أوائل رمضان أو قبل رمضان، كانت بعض القرى طبعا تعاني من عدم وصول الماء إليها. نحن في السلطة المحلية المدرية وجهنا خصوصا لبعض القرى التي لم يوجد فيها مياه أو تجلب المياه من مسافات بعيدة، وجهنا باعتماد يعني ويتات طوال شهر رمضان، والحمد لله يعني الأكثر قرية معينة كبيرة أظنها تكون أكثر القرى التي نقص عنها الماء لفترة طويلة، أنقذنا بعض المناطق يعني باعتماد ويتات على حساب السلطة المحلية في المدرية. طبعا هذا هو قلل من عملية يعني فك جهد على المواطن، كون المسافات يعني تبعد بالكيلوات وما يستطيع المواطن يعني بيلب الماء على الحيوانات وعلى الحمير، هذا شيء مؤسف جدا. أنا نسهل لما نشوف هذه الظاهرة، ولكن نحن طبعا في ظل معالجة عالجناها كسلطة محلية بهذه الطريقة وأسعفنا بعض المناطق بالويتات. طيب بالنسبة لموضوع المشروع حق المياه، طبعا لما انقطع الآن أخيرا في الفترة الأخيرة لسبب عطب حاصل في المشروع بنفسه، أيضا عدم الصيانة، عدم وجود وحدات صيانة للمشروع، إهمال المشروع لفترة 15 عام طبعا لم توجه أي عناية يعني في الخزانات سواء كان في الشبكات بشكل كامل، فهذا طبعا أثر سلبا على أن يأتي يوما من الأيام وينقطع فيه الماء. فعلا ما حصل هذا، ونحن أشعرنا المؤسسة العامة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بهذا الشأن. العيش بلا مشقة ربما هو الحلم الوحيد لأبناء القرية التي يعيش معظم سكانها على الزراعة كدخل أساسي، إلا أن مستويات الدخل تبدو متدنية جدا، وهو ما شكل عبئا مضاعفا على تلك المنطقة وأهلها والجهات المختصة والعاملة فيها. من منطقة ميفع لقناة المكلا، باسل بامعس. دشنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن أعمالها الهيئة الوطنية للأعلام الجنوبي، وخلال الاجتماع شدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي على ضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي الجنوبي لما له من أهمية كبرى في الدفاع عن قضية الجنوب وكشف وتعرية الأعمال العدائية لقوى الاحتلال والتنظيمات الإرهابية ضد العاصمة عدن وجميع محافظات الجنوب. من جهتهم أبدى رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي استعدادهم الكامل للعمل وفقا للخطط الموضوعة لبلوغ الأهداف المرجوة، هذا وخرج الاجتماع بعدد من القرارات التي من شأنها أن تعزز العمل الإعلامي والتأكيد على التنسيق المتواصل بين القيادات العليا للمجلس الانتقالي والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي. ناقشت وزارة الخارجية في حكومة المناصفة مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بلادنا كاثرينا ريتز الجهود الإنسانية التي يقوم بها الصليب الأحمر، وتطرق اللقاء إلى الوضع الإنساني الذي تشهده مارب جراء التعنت والحرب العبثية التي تشنها ميليشيات الحوثي، بالرغم من احتضانها لأعداد كبيرة من مخيمات النازحين الفارين من سيطرة الميليشيا. وبحث اللقاء استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات التي تحتاجها اللجنة، مستعرضة الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. بدورها أكدت السيدة كاثرينا عزمها على مواصلة دورها الإنساني في بلادي. أعلنت قوات التحالف العربي إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأوضح التحالف عن تدمير الزورقين المفخخين المسيرين عن بعد مقابل ميناء الصليب قبل تنفيذ العملية العدائية،
مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في تهديدها لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. أعلن مدير عام مشروع مسام الأستاذ أسامة القصيبي أن فرق المشروع نزعت منذ بداية المشروع ولغاية الآن ما يقارب 300,000 لغما وذخيرة غير مفجرة وعبوة ناسفة، ويسعى مشروع مسام إلى تطهير أراضي بلادنا من الألغام الأرضية والذخائر غير المفجرة وتدريب الكوادر المحلية على نزع الألغام ووضع آلية تساعد على امتلاك خبرات مستدامة إلا في هذا المجال، إلى جانب التخفيف من خطورة وجود كميات كبيرة من الألغام والذخائر غير المفجرة وخصوصا المهملة منها والتي لم يتم إزالتها على وجه السرعة، مما يمكن الجماعات الإرهابية من إعادة استخدامها كعبوات ناسفة. والآن مشاهدينا الكرام نترككم مع أجواء الطقس وأسعار العملات في حضرموت. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير الداخلية ومحافظ حضرموت يزوران مشروع البرج الطبي والمستشفى العسكري بالمنطقة العسكرية الثانية ويطلعان على الأعمال الجارية في المجمع السياحي لنادي الضباط. برعاية وزير التربية والتعليم، فريق بصمة مبتعث التطوعي يطلق مبادرة لنكن أعينهم للطلاب المكفوفين. تربية ساحل حضرموت تناقش الإعداد لإقامة احتفائية تكريم أوائل المجمعات المسائية ومدارس تعليم القرآن الكريم. جراء انقطاع المياه، سكان ميفع يتكبدون عناء المسافات الطويلة لجلب الماء بطرق بدائية. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلا تي في. حتى الملتقى، دمتم في حفظ الله ورعايته.